في جمعة العائلة من كثرة النقاشات أصبحت شحناء وفرقة، فأرجو توجيه نصيحة. يعني الأصل في جمعة العائلة صلة رحم، هذا الأصل، والأصل عدم مناقشة مثل هذه الأمور يعني بين العائلة، القضايا التي تثير مشاكل بينهم، مثال سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو كذا، عدم مناقشة مثل هذه الأمور، خاصة أن ما في يعني أحد يفصل في هذه الأمور، يكون طالب علم أو طالبة علم متمكن أو متمكنة أو كذا. فالأصل هذه زيارات لل يعني لقاءات وكذا. ثم كذلك من أسباب هذه الخصومات كثرة طول الوقت، طول المدة، فالأصل تختصر المدة، يعني ما يجلسون من الصبح لليل مثلا مع بعض، خلاص ملون، تطلع مثل السوالف هذه، يعني اختصار هذه المدد أفضل. وأيضا إذا كان في عقلاء، وإن شاء الله كل عائلة فيها عقلاء، يغيرون الموضوع، إذا طرح مثل هذه المواضيع يقول غيروا الموضوع يا جماعة، إما يغير الموضوع بطريقة مباشرة أنه يقول لهم غيروا الموضوع، أو هو بذكائه يتكلم بموضوع آخر، أو المرأة تتكلم بموضوع آخر تشغلهم عن الموضوع الذي هم فيه، والله المستعان.